خلصنا 5 حلقات من جميع الكورسات اللي ابتديناها أنا وياك من الصفر، واللي مرتبة بقوائم تشغيل، كورس استماع، مفردات، قواعد، محادثة، قراءة وكتابة إلى آخره. ومثل ما وعدتكم وانتم طلبتوا مني انه خلينا نعمل اختبار كل فترة والتانية، فقررنا بعد كل 5 حلقات بدنا نعمل اختبار. اليوم اجى موعد الاختبار اللي هو بسيط جدا، انت تختبر تشوف مستواك في المهارات المختلفة اللي درسناهم. بدك تشوف حالك والله هل انت ضعيف ولا قوي في الكتابة، في القراءة، في المحادثة، في الكلمات، في الاستماع. فبالتالي انا بعتقد هذه نقطة محاسبة كتير ممتازة، تشوف انت جهدك لغاية الان ايش عامل فيه. الاختبار عبارة عن 30 سؤال بسيطين على الاخر، تقريبا كلهم اختر الاجابة الصحيحة. كل ما عليك انك تعمل انت تشوف تقرأ السؤال، تختار الخيار، وبعد ما بتخلص بيعطيك نتيجتك من 30 قديش جبت في هذا الاختبار. بديك تستفيد من الاختبار بانه انت تعرف نفسك قديش انت محتاج تطور وتتعب اكتر في المهارة اللي عندك ضعف. هل حسيت حالك انت ضعيف في الاستماع؟ فبدك تعطي وقت اكتر معايا لك حلقات الاستماع. في القراءة نفس الشيء، بامكانك انك تعيد الاختبار اكتر من مرة، بس انا بنصحك من المرة الاولى ان انت تكون مركز عشان تشوف نفسك قديش كنت مركز معايا. قبل ما نبدأ نلتزم بهذه الكورسات، كان للكل يقول انه انت اساسا بتعمل حلقات مشتتة مش في كورس، فليش ما بتعمل لنا كورس من الصفر بالتدريج وبتنسق لنا اياه في حلقات؟ عملت، وبعد ما عملت بطل حد يتفرج، سبحان الله. يعني كان في وجع راس كتيرة انه نعمل الكورسات، بعد ما عملناها ما وين هم اللي كانوا طالبوا؟ ما عادش موجودين، بعدين مش فاضي، مشغول، فيسبوك، تيك توك. المهم انت عم تتفرج، فمبروك عليك، مبروك عليك انك عم تتبع معايا. اتمنى انك تكون شغال معايا بالورقة والقلم. الكتاب تبعنا صار متوفر في اغلب الدول العربية، حتى لو برا في اي مكان في العالم كانك تطلب نوصلك اياه لغاية عندك. هاي الارقام، بديك تقدم الامتحان وتيجي تعطيني نتيجتك قديش في التعليقات. كيف الامتحان وين الامتحان؟ الامتحان عبارة عن الموقع تبعنا عشان انت تختار بايدك الخيارات ويطلع لك النتيجة. الرابط باول تعليق بوصف هذا الفيديو، لو طلعت على الوصف او هاي محمد رح يطلع لك، ادخل على موقع spida.com، بعد spida.com تضغط هون بيطلع لك الاختبار بتحل. محمد راح يحط لك الان كيف تعمل، او بشكل بسيط جدا ادخل على وصف هذا الفيديو وراح احط لك اياه باول تعليق. بعد ما بتحل رجاء تيجي تشاركنا بدون ما تخجل قديش كانت درجتك اليوم في الاختبار. ليش؟ عشان بعد 5 حلقات تانيين جايين من هالاختبار الجاي تشوف مدى التطور والاستفادة تبعتك. بتمنى لكم كلكم التوفيق. اذا عندك اي سؤال هاي الانستغرام والحسابات اللي تتابعني، او مسج على الواتساب بنرد عليك. بتمنى كلكم بالتوفيق في الاختبار، راح نجدد درجاتكم، تعطوني اياها بالاسفل. بالتوفيق.